بناخد المداخلة ونرجع لكم تاني. اتفضل. مساء الخير عليكم. أنا اسمي هناء وكنت من المشتركين في رحلة مصر، وأنا يمكن دي أول مداخلة بعملها في حياتي، بس أنا حسيت إن لازم أقول إحساسي. طبعا أنا بجد بجد بشكر كل اللي نظموا الرحلة دي، من أول اتحاد المصريين بالخارج وأستاذ رأفت صليب، بشكر أستاذ علي طبعا من قلبي، أستاذ حسام. بجد يعني كانت رحلة كاملة شاملة، كل حاجة فيها كانت منظمة، ما كناش محتاجين أي حاجة. كانت رحلة مش طويلة قوي، بس كل يوم كان برنامج كامل، كان في حاجة جديدة كل يوم بنعملها، كل يوم كانت تعتبر رحلة لوحدها. بجد الواحد مش عارف يبتدي بإيه ولا يقول إيه، بس أنا في الآخر بفكر بقول إن هي دي مصر، هي دي مصر اللي دايماً اللي بيروح لها بيرجع فرحان، ومش يعني الدنيا مش سايعة من السعادة. فعلا مصر دي زي الأم، زي الأم اللي هي دايما بتجمع أولادها، لما بنبعد عنها بنحس إن مشتاقين قوي قوي نرجع لها، لما هي تقسى علينا أو نحس إن إحنا متضايقين منها أو هي قاسية شوية ونبعد عنها نبقى مشتاقين نرجع لها، ولما نرجع لها نحس بالفرح والسعادة أكتر من الأول. هي الأم اللي هي لما تيجي تسيبها تحس إنك مشتاق عايز ترجع لها تاني في نفس اللحظة. ده إحساسي دلوقتي، أنا فعلا حاسة إن أنا عايزة أرجع تاني مصر. ياريت يكون بجد في رحلات تاني تاني ونتمتع أكتر وأكتر. بشكر بجد أستاذة هايدي سعد من قلبي، لأن هي اللي دايما بنروح معاها أحلى الرحلات، وهي اللي عرفتنا على الرحلة دي، لأن من غير هايدي ما كناش والبرنامج الجميل بتاعها ما كناش هنسمع عن الرحلة. بشكرك يا هايدي من قلبي، ربنا يخليكي لينا، دايما بتجمعينا، دايما بنطلع معاكي أحلى الأماكن، ربنا يخليكي لينا. بشكر كل القائمين على الرحلة وكل اللي نظموها. بتمنى يكون في رحلات تانية جميلة زي كده وأحلى كمان. أشوفكم كلكم بألف خير، ألف ألف شكر. شكرا ليك يا هناء على كلامك الجميل، والحمد لله على السلامة. ايه الجمال ده؟ انا بشكر هنوء حبيبتي جدا، وبشكر ايهاب، ربنا يخليكم لينا يا رب، ودايما محبتكم، ودايما متجمعين كلنا مع بعض، ونزود الجروب اكبر واكبر بالرحلات الجميله.